رحيم كنتقدموا بالعزاء ديالنا الحار للعائله ديالو والاسره الكرويه جميعا، وكنتمنوا الله سبحانه وتعالى يصبر عائلته. فهو كان بمثابه رجل طيب خلوق، كيف شفتوا هذا الحضور، الناس اللي حضروا في الجنازه ديالو كتعبر بان الاباوي خلى واحد صدى طيب، كيف قلت لك فهو محبوب عند الناس. كان بمثابه صديق اخ كبير، كان بمثابه مؤطر في الوقت اللي كان كيلعب معنا، فهو كان كيأطرنا حنا الدراري الصغار اللي كنا كنطلعوا من الشبان ديال فريق الوداد البيضاوي. فما علينا غير باش نترحموا عليه ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يصبر عائلته. كان صعيب علينا باش تلاقينا، خصوصا كنعرفوا بان مصطفى الرتباوي المرحوم كيمتاز بواحد اللياقه اللي هي بدنيه، الحمد لله كنا مسمينه ذو الرئتين، وكان عنده واحد بون هيجين دو في، ما كناش كنتظروا بان تجي بهذه الطريقه، ولكن اجل الله وهذا وما عندنا ما نديروا غير نترحموا عليه ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى تغمدوا بالرحمه ديالو. الاسطوره وهادشي كله تيبقى غير كيف كنقولوا حنا، راه الناس الحمد لله هما اللي كيف. يمكن افتقدنا اخ اللي كان كنجلس معنا يوميا، كنضحكوا معاه، كنقصروا معاه. ما الكره انا ما عمري كنبغي نهضر عليها، ما كنبغيش نهضر على شي واحد لعب الكره واش عطى في الكره. انا الكره نخليها لك انت كصحفي تبحث عليها، ولا هاد الناس اللي كيمشيو يتفرجوا في الكره. انا نهضر عليك كانسان، هو اللي غادي نهضر لك عليه. الرتباوي الانسان نهضر لك عليه، خويا وحبيبي، ما دوزناش معاه قليل، وكنتلاقاو معاه يوميا. الزوجه ديالو كتسمى مقربون، وليداتو كبروا مع ولدي انايا في نادي الكاف، لانه هو من بعد يعني من بعد الوداد ولينا كنتلاقاو في ذاك النادي ديال الكاف وكنلعبوا فيه تما الحمد لله، يعني مع دولمي الله يرحمه، مع كريمو، مع هذا، يعني واحد عدد كبير من الدراري انتم شفتوهم هنا، ما يبانوش لكم هنا، ماشي كويريه ديال هو نيفو، ولكن دراري اللي كيلعبوا في ذاك النادي اللي كيحبوه تيموتوا عليه، يعني يبكاو عليه مساكن. فصراحه ها هو جا بغى يتدرب، يعني كيف كنقول لك انا كالعاده الثلاث ولا الخميس، هو مسكين انت شتي 20 دقيقة ديال هذا من بعد طاح، يعني الله يرحمه مسكين. انا كان صراحة انا اللي غادي نفرح ليه هو هاد الناس، ان شاء الله يدعوا معاه، لانه هاد الحضور ديال الناس تبارك الله وصلنا عندي باش يجيو الناس. هذا ما كاينش شي واحد كيقولها فيه، مشينا للدرب ديالو عيالات كلشي تيهضر عليه مسكين بالخير. ف الله يرحمه، انا كنتمنى لانه الناس اللي ياخذوا العبره في بزاف ديال المسائل. حنا ديما تنقولوا هذه القضيه هذه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.